تمام تمام برضو اللي جاي هنحفظه. في المساء بنقول أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، وفي الصباح بنقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم، ده إن كان في الصبح، وأقول ربي أسألك خير ما في هذه الليلة لو كان بالليل. طبعا برضو قبل ما اكمل، ان احنا بنقول الاذكار امتى؟ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يعني انت بتصلي الفجر كده وتقعد شويه، بتبقى قايل الاذكار قبل الشمس ما تطلع، وبتيجي قبل المغرب كده قبل الشمس ما تغرب بتقول الاذكار، بحيث ان ايه، دول الوقتين اللي احنا بنقول فيهم الاذكار، ودول اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمهم لنا. ربي اسالك خير ما في هذه الليله وخير ما بعدها، واعوذ بك من شر هذه الليله وشر ما بعدها. ربي اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.